مساء الخير. هذه نافذة إعلامية جديدة تطل على ليبيا، نطل منها على شؤون أهلها وشجونهم، نسمع لأصواتهم مهما تعددت أو تنافرت، ونسمعها للعالم الذي يتابع ثورتهم. قناة ليبيا الفضائية تعمل بسواعد وعقول ليبية لتخاطب الليبيين بلغة قريبة إليهم. هي لا تحمل من ليبيا الاسم فقط، وإنما تحمل همها الجاثم على صدرها مؤقتا، وتحمل طموحها إلى غد أفضل يتسع فيه الوطن للجميع ولا يختزل في شخص. تطل عليكم ليبيا الفضائية هذا المساء ولأول مرة من العاصمة القطرية الدوحة، وتضرب لكم موعدا في طرابلس عما قريب بحول الله. هذه قناتكم تبدأ اليوم بثها، والبداية ستكون مع الخبر، والخبر سيكون بالعناوين.